الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. ان شاء الله اليوم رح نكمل الجزء الثاني من الفيديو السابق. بالفيديو السابق حكينا عن اسم المتغير وحكينا شو هو اسم المتغير، كمان حكينا نوتس انه اسم المتغير لا يجوز تكراه بنفس البرنامج، وحكينا انه الكابيتال لترز تختلف عن سمول لترز في البرنامج، وكمان اخذنا التات تايبس حكينا انه هي نوع محدد تعطى او تأتي مع اسم المتغير نسمح له بإعطاء القيم، وهي القيم بمجرد ما كتبناها بتتخزن من في الموري. تمام، خلينا ناخذ مراجعة سريعة شو هي أنواع التلات تايبس. حكينا integer numbers، حكينا عدد حقيقي، عدد حقيقي يخلو من الفواصل العشرية، نوع صعب منها integer، حكينا المختصر إنه لما نكتب كود شو نكتبها int، حكينا الرينج تاعت الانتجر 32 bits أو 4 byte. تمام، حكينا تاني نوع اللي هو floating point number اللي هو أعداد تأتمها فواصل عشرية، من أنواعها الدبل، طبعا الرمز المختصر له دبل زي ما هو، range تبعه 64 bits or 8 byte. نوع تاني التاني هو الفلوت، حكينا كمان الرمز المختصر له فلوت، range تبعه 32 bits or 4 byte. طبعا حكينا هون احنا على الأغلب رح نستخدم الدبل نوع لأنه ساعته أكبر من ساعة الفلوت. النوع الثالث من التات تايبس اللي هي الكاركتر، حكينا هو عبارة عن رمز واحد أو رقم واحد أو حرف واحد بين ال single quotation، إذن هو عبارة عن رقم أو حرف أو رمز واحد بين single quotation. النوع الرابع هو السترينج، حكينا السترينج هي عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز بين double quotation. طبعا ليش بفرق بين الكاركتر والسترينج، إن الكاركتر بس إشي واحد بيكون بين single quotation، يعني لا إما رقم أي رقم بدك إياه أو أي رمز بدك إياه أو أي حرف بدك إياه، بس المهم يكون واحد إشي واحد. بس السترينج لا، سلسلة، يعني كات ما بدك بتحط فيها حط عادي ما رح يعطي إيرور، بس الكاركتر إذا تعدى عن إشي واحد رح يعطي إيرور. تمام، خلينا نكمل. خلينا ناخذ defining variables، كيف نعرف اسم المتغير او شو هي القاعدة اللي لازم نتبعها اثناء تعريف اسم المتغير وين في البرنامج. القاعدة بتحكي لنا انه نكتب data type نعرف نوع البيانات اللي احنا بدنا اياه، وايش نكتب اسم المتغير الفاصلة المنقوطة. مثلا القاعدة اللي احنا لازم نتبعها اثناء كتابة اسم المتغير هي data type variable list or variable name. اذا اسم المتغير احنا مثلا بدنا x، شو مثلا نعطي x عدد حقيقي، شو يعني عدد حقيقي integer، اذا ايش نعرفه integer x. تمام، طيب ماشي، هون راح يعطينا example كيف نعرف اسم المتغير. مثلا هنا اعطانا integer i j k. طبعا احنا كملاحظة كتير مهمة انه مثلا هون ممكن نكتب integer i تحتها integer j تحتها integer k، بس هون رح ياخد منا وقت كبير. كمان احنا كون بروجرام او بروجرامر فانه ايش بطلب منا انه ايش نختصر اكبر وقت من ممكن، فانه ايش بما ان مثلا جميع هدول الvariables لهم نفس نوع data type، فانه ايش كلهم نحطهم بإيش بنفس السطر، بس لازم نفصل بيناتهم بإيش بفاصلة عادية. إذا نفصل بيناتهم بفاصلة عادية وبس نخلص تعريفهم، إيش نفصل بيناتهم بإيش بفاصلة منقوطة. إذا اسم المتغير عشان نعرفه لازم نعطيه داتا تايب نوع بيانات محدد، بإنه إيش نكتب مثلا اسم الداتا تايب أو نوع الداتا تايب اللي حبنا إياه، وإيش اسم المتغير. حكينا عشان اختصار الوقت، اذا كان في عندنا مجموعة من الفاريبلز لهم نفس نوع البيانات داتا تايب او نوع البيانات، ايش نحطهم كلهم بنفس السطر، نص البيانات بفاصلة عادية، فاصلة عادية، وبس نخلص التعريف نفصل ايش او ننهيها بفاصلة منقوطة او سيمي كولون. حكينا انه الجمل سي شارب لازم انها تنتهي بالسيمي كولون، فاصلة منقوطة. اكزامبل تاني، مثلا هون عرفنا كاركتر سي و سي اتش. طبعا هون ايش وصلنا بانه انه هدول variables لهم نوع بيانات كاركتر نفس النوع، بانه ايش بدل ما نكتب مثلا كاركتر سي كاركتر سي اتش، لا كتبناه نفس السطر فصلنا بيناته بفاصلة عادية، بس خلصنا تعريف ايش وصلنا ايش او نهيناها بفاصلة منقوطة او سيمي كومن. اكزامبل تالت، مثلا عندنا float f والسالري. تمام، خلينا
ناخد موضوع جديد، كيف هو ان نعطي قيم لاسم المتغير؟ شو هي القاعدة لازم نتبعها لاعطاء القيم لايش لاسم المتغير؟ طبعا القاعدة هي انه الاسم المتغير equal value، اسم المتغير equal او variable name equal value. طيب بس احنا اخذنا انه ايش عشان نعرف اسم المتغير لازم نعطيه تطيب، ان القاعدة الشاملة اللي احنا لازم نتبعها اثناء كتابة الكودز في السي شارب انه ايش داتا تايب، نوع البيانات اللي احنا بدنا اياه، اسم المتغير variable name equal value. الفاليو هي القيم، مثلا احنا نعرف x من نوع integer نعطيه قيمة 5، فايش نكتب integer x equal 5، integer x equal 5. طبعا احنا مثلا نكتب مثلا نحكي مثلا integer x والسطر الثاني نحكي x equal 5، بس هون ايش راح ياخذ منا وقت كبير، اذا احنا بامكاننا نكتبه كله على نص السطر، فبنكتب integer x equal 5. اذا احنا بامكاننا نعطي القيم بطريقتين، لا اما نحكي مثلا نعرف متغير بعدين نعطي المتغير قيمة مثلا integer y نعطيها مثلا y equal 20، بس احنا اختصار الوقت لا نحكي مثلا integer y equal 20 على نص السطر، بدل ما نحطه تحت بعض لا على نص السطر. example على هذا الموضوع مثلا عندنا integer d equal 3 f equal 5. طبعا هنا صارت عندنا قيمة d equal 3، طبعا 3 هون بمجرد ما عرفناه وعطناه دي قيمة وين راح تتخزن في الموري، اذا في الموري راح يكون عندنا هون موري وايش راح يكون هون عندنا دي، وهون ايش الدس الساعة تاعتها او الفاليو تبعه 3 في الموري هل طبعا و f equal 5. طبعا احنا بامكاننا نكتب مثلا integer d equal 3 integer f equal 5، بس حكينا اختصار الوقت فلهيك اعطناهم ايش نص السطر، فاعطانا دي فاليو 3 وعطيني f value 5. تمام فصلنا بيناته بفاصلة عادية بس خلصنا بس خلصنا وعطناه قيم ايش نهناه بالسيمي كولون. example تاني بايت z equal 20 او 22. طبعا بايت هو نوع من انواع الانتجار، بس انا مش كتير اهتميت في هذا الموضوع لانه ايش احنا حكينا نستخدم على الاغلب رح نستخدم انتجار او الانت. تمام مثلا هون عرفنا double by equals 3.14159. طبعا الباي احنا نعرفه اللي هو بيخذ قيمة عشرية، فإما انه بيخذ قيمة عشرية فايش عطنا نوع بيانات من نوع دبل. تمام مثلا هون عرفنا كاركتر اكس equal اكس كابيتال، طبعا ايش كاركتر حكاية بين سنكل كوتيشن يكون عندنا. تمام ان شاء الله هذا الموضوع رح نطقه كمان شوي كقد هسا، بس في اشي تاني مهم كمان اللي هو character constants. طبعا هذا الموضوع مش بالاهمية هاي، بس انه ايش حلو انه نعرفهم. طبعا هدول الكاركترز بيكون لهم وظائف معينة، يعني بمجرد ما استخدمناهم بالبرنامج رح يكون كل واحدة لها وظيفة معينة. طبعا اظن بالسي بلس بلس هدول كنا نستخدمهم كتير، بس بالسي شارب ما رح نستخدمهم يعني غالبا او جزء ما نستخدمهم، بس خلينا كمعرفة فيهم. مثلا سلاش ان معناها نيو لاين يعني سطر جديد، بمجرد ما كتبنا سلاش ان بين سلت كوتيشن او دبل كوتيشن رح البرنامج يعمل لي سطر جديد، يعني بس انا فت البرنامج رح يعمل لي سطر جديد. السلاش دي او سلاش ات اللي هو الهوريزونتال تاب بيعمل مساحة أفقية يعني فص يعني فراغ بمعنى آخر فراغ، بعمل فراغ بمقدار 8 بيتس. إذا سلاش إت بيعمل هورزنتال تاب فراغ أفقي بمقدار 8 بيت. سلاش بي معناها باك سبيس، دبل سلاش معناها سلاش كاركتر، السلاش سنجل كوتيشن معناها سنجل كوتيشن، سلاش دبل كوتيشن معناها دبل كوتيشن، سلاش اي معناها alert or bell معناها المنبه مش اشي مهم، سلاش ار معناها ريدير، سلاش في معناها vertical tab يعني بعمل مساحة عمودية بمقدار 8 بت. طبعا احنا على الاغلب حتى بسي بلس بلس كنا نستخدم يعني اكتر تنتين مهمات اللي هو السلاش ان new line والسلاش اي اللي هو horizontal tab. تمام خلينا كمان ناخذ define constants. define constants معناها قيمة ثابتة، مثلا احنا نعرف قيمة نعطيه قيمة ثابتة،
وإذا تغيرت هاي القيمة راح يعطي البرنامج عليه إرور. إذن الكونستانت معناها قيمة ثابتة لا تتغير. فإنه إيش إحنا راح نستخدم الكونست كيورد. إذا عشان نعرف متغير نوع ثابت لازم نعطيه أو نستخدم الكونست كيورد. تمام. السنتكس تبعته نحكي كونست. كونست معناها قيمة ثابتة لا تتغير. داتا تايب مثل ما احنا اخذنا القاعدة بتاعت الاسم كيف نعرف اسم المتغير. داتا تايب constant name او variable name equal value. فمثلا هون عرفت مثلا constant. هون عرفنا متغير x عطنا قيمة ثابتة بمجرد ما استخدمنا const integer. عرفنا متغير x بنوع integer type عرفناه كأنه ايش رقم ثابت لا يتغير equal 5. تمام. هسه هون راح يتخزن في الميموري x equal 5. طيب هون في الميموري راح يتخزن عندنا x و 5. هنا x وهنا ايش 5. تمام. طب هسه مثلا بدي اريد اغير قيمة x مثلا احط x equal 4. هون غيرنا قيمة x وحطناها 4. طبعا هون راح يعطي البرنامج ايرور. ليش هون راح يعطينا ايرور؟ ليش؟ لانه ايش حكينا انه قيمة x ثابتة شغلة ثابتة لا تتغير. هون ليش اعطانا ايرور؟ لان ايش قيمة x ثابتة لا تتغير. اذا بمجرد ما غيرناها اعطى البرنامج ايرور. ليش؟ حكينا انه ايش اعطناها يعني قيمة ثابتة اي انها لا تتغير. تمام. طب خلينا نكتب كود صغير على اللي اخذنا. هاي هون عنا واجهة السي شارب. خلينا نبلش نكتب كود. مثلا بتعرف متغير نوع انتجر اي اسمه اي equal 5. بتعرف مثلا متغير تاني y equal 30. تمام. هسا هون هدول اي واي نوع انتجر. طب انا ايش كتبتهم كل واحد على السطر؟ لا. فاختصار الوقت بدل مثلا ما انا عجيك بياخد مني وقت كبير انه ايش حطيتهم كلهم عرفت ال i وال y بنفس السطر. يعني بدل ما اعرف كل واحد على السطر لا، بما انه بنفس الداتا تايب نوع انتجر عرفت ال i وال y بنفس السطر. وكل واحد اعطيته قيمة. ال i اعطيته 50 وال y اعطيته 30. تمام. مثلا تعرف قبل salary مثلا salary underscore. طبعا حكينا انه عادي الرمز الوحيد اللي يأتي مع اسم متغير اللي هو الانترسكور مثلا 100.5. تمام. مثلا string name equal 30. طبعا حكينا انه string سلسلة تاخد اي اشي بدنا اياه بدون ما نتقيد. مثلا character d equal احنا هون اذا بنلاحظ اعطانا ايرور. ليش؟ انه هون احنا حكينا كاركتر. شان كاركتر بس اشي واحد يعني رمز واحد او رقم واحد او حرف واحد. فمثلا هون تكتب الاد هاي هراء عنا الايرور. مثلا بتعرف كمان كاركتر او خلينا اكتب نفس السطر عشان ما ياخد مني وقت. يعني مثلا y equal y capital. تمام. هسه هون اعطاني ايرور. ليش الايرور بحكي لنا؟ انا عرفته على السطر الثاني عشان نعرف ليش اعطاني ايرور. هون الايرور ليش نشوف؟ خلينا نشوف مع بعض شو عندي ايرور او شو هو الايرور. The variable y is assigned but its value is never used. او a local variable of or function named y is already defined in this code. انه الواي اسم المتغير الواي معرف من قبل. فعلا احنا عرفنا y من نوع انتجر. وحكينا ملاحظة كتير مهمة انه اسم المتغير لا يتكرر بنفس البرنامج. تمام. شو ممكن نعالج هذا الخطأ؟ لأما نغير اسم المتغير نكتب اسم متغير غير موجود عنا، او انه ايش منزيد له رقم. بانه هون رعنا الايرور. تمام. مثلا بتعرف انتجر r equal 1.5. هون اعطاني ايرور. ليش؟ خلينا نشوف شو هو الايرور. كنت implicitly convert type double to integer and explicit conversion exist. مثلا بيحكي لنا هون الايرور انه لا نستطيع تحويل
من قبل لا انتجار. واحنا حكينا انه الانتجار عصر تحقيقي لا يأتي مهما في فاصلة عشرية. هون ايش احنا ملاحظين اجا مع فاصلة عشرية، فانه هون ايش الحل انه ايش لما نعمل كاستك او نعمل كونفرجن. طبعا هات ان شاء الله رح ناخده بالفيديوهات اللي جاي شو يعني كاستك شو يعني كونفرجن. بس انه ايش حكينا انه الانتجر عدد لا يأتي مهما في فاصلة عشرية، فعشان نحل هذا الخطأ لاما بنمحي العدد نكتبه كانتجر كعدد تحقيقي، او انه ايش نعمل له كاستنج او نعمل كونفرجن. ان شاء الله رح ناخذ شو يعني كاستنج شو يعني كونفرجن بالفيديوهات اللي جايه. تمام، ولهون ان شاء الله رح نختم الفيديو. ان شاء الله بالفيديوهات او بالفيديو الجاي رح نتعرف شو يعني الانبوت والاوتبوت ستيتمنت جمله الطباعه والادخال. رح ناخذ عنها نكتب او نكتب عليها كود. وكمان ان شاء الله رح ندخل في تفاصيل شو يعني كيف نعرف input يعني أو output. كانت معكم نادين وعمر حمد دامس من فريق سولفر تو بي. إذا عجبكم هذا الفيديو ياريت تعملوا شير ولايك، تعملوا سبسكرايب لقناة سولفر تو بي. شكرا.